السلام عليكم. مسابقة كأس تونس الربع النهائي 2023 مازلنا ما نعرفوش وين باش نتفرجوا. ديوانا في ام البلاتفورم اللي عنده سيرفر ب 2000 فرنك تدخل للباج نتاعو يهزك للسيت نتاع البلاتفورم هذا يقولك لازمك تشترك في الفيسبوك والا بالجيميل، تشترك بالكونت جيميل نتاعك ولا بالفيسبوك بتبيع ماكش باش تلقى المباريات، واللي ترجع للفيسبوك وتلوج على اي فيديو اون ديريكت للماتش اللي تحب تتفرج فيه. كانك باش تتفرج على النادي الافريقي ومنزل بورقيبه بشعر ذاك السبادري هذاك المتعلق في خيط الضو فرجه عاد عالميه والكاميرا ما تتحول سيبون كانوا فيت الهجمه. باش نحكيوا الساعه على مباراه النادي الافريقي ومنزل بورقيبة. النادي الافريقي اللي في المباريات السهله هذه بالنسبه ليا تلعب ضد منافس ينشط في القسم الرابع. المباريات هذه اللي لازمك ترسخ عقليه الانتصار ببرشا اهداف في الملاعبيه نتاعك. النادي الافريقي من بعد زوز مباريات في الكاس صحيح سجلت فيهم 3 و4 اهداف، لكن لازمك وقت اللي باش تلعب ضد منافس في القسم الرابع تنجم تكمل السلسله هذه وتفوز اليوم ب2 و3 و4 اهداف، الخطر عندك مباريات قادمه في مرحله البلاي اوف باش تكون مباريات سريه. وقت اللي باش تسجل الهدف الاولاني لازمك فيس عفيس على الملاعبيه نتاعك يكون عندها التخمام باش تسجل الهدف الثاني والثالث وباش تقتل المباراه. ما لازمش معناه واحد بلاش وتتكل تالي باش تلعب ضد فرق راهي هذه مباريات نتاع كاس. مرحله البلاي اوف راهي باش تكون مباريات نتاع نقاط، 3 نقاط وتعدى للثلاثه نقاط اللي من بعد. دونك انت اليوم كيما مباراه نتاع اليوم ما تستغلش معناه باش تخرج لنا ملاعبي والا باش تعاود تعطي معناه الثقه في ملاعبي اخر قاعده تشارك لي في زهير الذوادي اللي في الشوط الاولاني وصابر خليفه. الساعه زوز ملاعبيه هذوما كي تتفرج فيهم تحس روحك تتفرج في سبور ترافاي. صابر خليفه اللي في الدوزيام ميتون وقت اللي يولي حتى راس راس مع الكاج ماهوش باش يعطي بظهره باش يمشي للكاج، لا بالطبيعه ديما يعطي بظهره ويكون خايف ويعطي ريميز للملاعبي اللي جاي. صابر خليفه اللي من يمشي يعطيك حتى اضافه، كيف زهير الذوادي اللي بريمير ميتون يظهر لي الصبادر اللي شفناه متعلق في خيط الضوء بين اكثر من زهير الذوادي. مهدي الوذر في النقطه المضيئه الوحيده اللي ممكن في الثلاثه مباريات هذوما بدا بشوي بشوي يسترجع في امكانياته اللي هو اصلا ما عندوش امكانيات. دونك النادي الافريقي ما عندناش ملاعبيه نجم نطحوا بهم والا نطمحوا باش نعملوا حاجه في مرحله البلاي اوف. الحاجه الوحيده الباهيه اللي الخط الدفاعي الاربعه التالي لازم ما فيهمش تفلسي في اسكندر العبيدي بالرغم اللي هو ما عندوش حتى فنيات نتاع ظهير ايمن، لكن دفاعيا يكون خير معناه والا يكون لك حل من الحلول. غازي عبد الرزاق ما عادش ترجعوا للاكس، غازي عبد الرزاق لازم يبقى ظهير ايسر وادم الطاوس ما عادش لعبوا في البوست هذيك راهو نطقتنا راهو باش تجهلنا. كيف نحكي على الاكس سنترال عودة رامي البدوي هذه نقطة مضيفة والا مضيئة اخرى. رامي البدوي لاعب خبرة نجم يعطيك اضافة كبيرة في مرحلة البلاي اوف. نادر الغندري تحسه يلعب بالمزية خاصة في المباريات القليلة الفارطة بعد المشكلة الكبيرة مع إدارة النادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي ويحب يخرج من النادي الافريقي. ماكش مزروب راك ولدي تعدي المباريات نتاعك تعطي قدر اللي عطيناه لك نحن كجماهير النادي الافريقي لملاعبي كيفك كنت معناه في تجربة مغمورة في بلجيكا والا ربي معاك وين بالضبط رجعناك للمنتخب الوطني التونسي. دونك اموا على قليلة ما عادش تلعب بك الطريقة هذيك ما على بالكش تبدا تتشلقح في ساقيك. الشيء هذاك راه يبقى لك صحيح المباريات نتاع اليوم مباراة سهلة تلعب ضد ادفرسير ما عندوش مخالب ولا ما عندوش من اين تؤكل الكتف كما يقولوا هما ملاعبية على قدهم بلغة الكرة فيهم زوز ثلاثة ملاعبية باهيين خاصة انك الملاعب صغير يلعب بالساق اليسار اللي دخل دوزيميتون حرك اللعبة. دونك الوليد هذاك علاش ليه معناه يكملوا يتبعوه في المباريات القادمة لفريق منزل بورقيبة. بالنسبة للنادي الافريقي في الدفاع هذاك هما الرباعي الموجود مع معز حسن. بالنسبة لوسط الميدان احمد خليل ممكن يرجع معاه كوسي، ما فهمتش علاش لاري العزوني اللي نورمالمون في المباريات الثلاثة هذوما يرجعوا له الفورمة باش نعاولوا نستغلوا الملاعب هذايا. اقصى حاجه تنجم تخرجها من لاري العزوني راهي باش تكون خير من برشا ملاعبيه. كيف في الهجوم ماهوش وقت نتاع زهير الذوادي ماهوش وقت نتاع صابر خليفه، ما تحاولش ترجع الفورمه لملاعبي ميت ديجا بلغه الكوره. دونك كنت تنجم تدخل الوليد العمري اليوم كان العمري سجل لك معناه زوز اهداف والا هدف والا حتى في الزوز مباريات اللي فاتوا ترجع له الفورمه كيما حمدي العبيد وتحرك لك الماكينه يولي عندك اكثر من ملاعبي مسجل لك الاهداف مع عوده ادم قرب يولي عندك ملاعبيه صغار حركيين خاطرك راك المباريات نتاع البلاي اوف باش يكون فيها السرعه باش يكون فيها الفرصه اثنين في شوط كامل تحاول تسجل الهدف هذاك ومن بعد ليك تحاول تقتنص الهدف الثاني. مش بزهير الذوادي وصور خليفه ما عادش تحكي لي بلغه ملاعبيه نتاع الخبره باش يجيبوا الاطراح. اليوم زهير الذوادي صبر خليفه طرح نتاع اليوم طرح سهل على الاخر ما جابوش الاطراح. اليوم راه منزل بورقيبه جاتها اكثر من فرصه، راه منزل بورقيبه في الشوط الاولاني جاتها كوره على العارضه كان ينجم معناها المباراه تمشي
في 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 ناحيه اخرى في جهه اخرى وترسينا معناها نعانوا للدقيقه 90. حبوا المنافس اللي القادم بطبيعه ما يكونش ديربي مع الفورمه نتاع الترجي التونسي في المرحله الحاليه، يكون معناها منافس نلعبوا له في ملعب رادس وان شاء الله الفينال بطبيعه كيف كيف المنافس الاخر يفوز على الترجي ونطيحوا فينال ضد بيجا والا ضد السي اس اس والا ضد الملعب التونسي. ماهوش خوف من الترجي التونسي، لكن الترجي حاليا في احسن فورمه لها، ونحن كنادي الافريقي بالطبيعه نكونوا واقعيين، خطرنا في مرحله البلاي اوف ماناش باش نكونوا من 2 و3 الوالا، باش نكونوا من المركز الرابع وانت راجع، هذه هي حقيقه الامكانيات نتاع الملاعبيه نتاعنا. دونك بوصولك لنهائي كاس تونس تضمن اموا على قليل المشاركه العام القادم في كاس الكونفدراليه، وبالطبيعه كان جات معنا مرتبه مخير في مرحله البلاي اوف ماناش باش نقولوا ليه. ان شاء الله النادي الافريقي، راهو النادي الافريقي عنده جالوندري خاصه في مرحله الذهاب، جالوندري سهله على الاخر، راهو نجموا في اول 5 مباريات معناها نجيبوا اكثر نقاط، نجموا معناها نكونوا نحن الورقه الرابحه في مرحله البلاي اوف، خاصه في مرحله البلاي اوف نلعبوا كل طرح طرح ونلعبوا الاطراح الكل على اساس معناها اطراح نتاع كوب وما تعرف حتى شيء، راهو في كرة القدم عادي جدا تكلاس الثاني تكلاس الثالث وتلعب على شلي الشامبيونز ليج والا تلعب كاس الكونفدرالية من غير مزية باش تستنى الدور النهائي في كاس تونس. دونك في الاخر بالكل هذه حاجة باهي للنادي الافريقي يكون عندك 3 مباريات سهلة في كاس تونس يخليك تواصل السلسلة نتاع اللي هزيمة 8 يظهر لي مباريات توا سعيد السابي اللي كانت عنده برشا انتقادات والى حد هذه اللحظة ما زالت فما برشا ضغوطات، السلسلة هذه تخليك تخدم أكثر مرتاح إن شاء الله تدخل مرحلة البلاي أوف ضد الأولمبي البيجي في رادس بفوز، 3 نقاط يخلوك تتنفس برشا، 3 نقاط يخليوك تطمح باش تمشي للبلاي أوف، ممكن باش تضمن مرتبة إفريقية، ما نقولوش أنا نلعبوا على البطولة، نكونوا واقعيين واللي جاي إن شاء الله مبروك. دونك هاك وصلنا للنهاية نتاع الفيديو، ما بقالي كان نقول لكم نترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.